طيب احنا هنا هنحل شوية أسئلة من الاكستندد كده، وهنقسم الاكستندد على كذا فيديو كده، كل فيديو ناخد شوية أسئلة يكون فيهم أفكار ونعملها مع بعضها. هنا في أول حاجة في رقم 14، هنا عايز نحسب التوتال ريزيستنس بتاعت الشكل ده. فهو الكرنت المفروض داخل من هنا وطالع من هنا. طب لو بصيت على اللاين ده، اللاين ده كده ده لاين فاضي، فاحنا قلنا لما نلاقي لاين فاضي لونه كده، وده كأنه نقطة واحدة لأن مفيش بوتنشال بستهلكه هنا خالص. طب النقطة دي طالع منها كام طريق؟ ادي طريق، وادي التاني، وادي التالت، وادي الرابع. يبقى انا هاجي هنا وافتح 4 طرق، ادي واحد، وادي التاني، وادي التالت، وادي الرابع. الرابع اللي تحت خالص فيه ار، فهحط هنا ار اي. بعد كده ده فيه ار، وده فيه ار، واللي فوق خالص برضو فيه ار. طيب تعالى على الرسمة بقى، تلاقي ان الار والار اللي في النص دول قفلوا مع بعض هنا، يبقى دول يقفلوا مع بعض هنا، يقابلوا بعض هنا. وبعد كده فتحنا منهم ار وار تاني، فاجي هنا افتح في الطريقين اهم ار وار تاني. بعد كده كلهم يتقابلوا في الفاضي اللي في الاخر ده، فيبقى كل المفتوحين دول يقابلوا بعض في الاخر، فيبقى ده يقفل مع ده، ودول يقفلوا معاهم كده. طب عايز احسب بقى، ابدا من اللي في النص ار وار بارل هنا، يبقى دي ار اوفر 2، ودول ار وار بارل ار اوفر 2 برضو. طب ار اوفر 2 ار اوفر 2 يعني نص ار ونص ار، يبقى اللي في النص ده كله بار على بعضه، ار وار وار يطلع ار اوفر 3، يبقى هنا التوتال ريزيستنس ار اوفر 3. طيب اللي بعديها بيقول لي ان انا عندي هنا كونستانت فولتج، وهو كلمه كونستانت فولتج هنا مهمه. is applied between two ends of metallic wire. Some heat is developed in it. The heat developed is if is doubled if. عايز الهيت تزيد للدبل. طيب اخد انهي رول للهيت؟ هو هنا قال لي ان اللي كونستانت عندي هو الفولتج، فاخد رول الهيت اللي هي الاي بتساوي في سكويرد على ار في تي. اشمعنى خدت الرول دي؟ لان ببساطه كده هو قال لي الفي ثابته، فيبقى دي ما بتتغيرش كده، كده التايم مش هيتغير لان كلهم هيشتغلوا في نفس الوقت. فبقت معنى كده ان عشان الهيت تزيد انا عايز الار تقل. طب عايزها تقل قد ايه؟ عايزها تقل للدبل. طب مين هنا اللي يخليها تقل للدبل؟ هيبقى الانسر بي. ليه بقى؟ تعال نكتب الرول بتاعت الريزيستنس كده. هي المفروض الار بتساوي رو في ال اوفر ايه، وممكن افك الاي باي ار سكويرد. طب هو هنا بيقول لك ان اللينث زاد للدبل، يبقى دي اتضربت في 2، والريديوس كمان زاد للدبل، بس هنا الريديوس معمول باور 2، فيبقى ده كانه اتضرب في 4. 2 اوفر 4 دي يبقى كان الريزيستنس اتضربت في هاف، يبقى الريزيستنس هنا قلت للنص، فبالتالي الانرجي اللي طالعه تزيد للدبل، فده اللي يعمل اللي هو عايزه. السؤال ده مهم جدا بقى. هنا بيقول لك ان انا عندي 100 وات بالب و 60 وات بالب وبرده 60 وات بالب تانية، عندي 3 لمض لوحدهم، الاولانيه الباور بتاعها 600 والتانية الباور بتاعها 60 والتالتة الباور بتاعها 60. بيقول لك ان انا وصلتهم بسورس بيطلع 250 فولت اللي هو ده. بيقول لك عايز اعرف بقى في الكونكشن ده مين يديني اعلى باور ورتبهم لي. فانا هبتدي افكر كده، هما متوصلين بارل، فالمفروض ان البرانش ده واخد 250 والبرانش ده واخد 250، فهلاقي ان اللامب اللي هي البي 3 دي واخدة 250 كاملين، محدش خد معاها حاجة، فيبقى دي هتطلع اكبر باور لان دي واخدة الفولتج كامل. يبقى اكتر واحدة طلعت باور كده هي اللي هي رقم 3. طب عندي بقى مشكلة هنا، دول سيريس ومفروض ان الفي في السيريس بتتقسم، فانا عايز اعرف مين اللي هتاخد فولت اكتر. لو انتوا فاكرين كانت ال V في السيريز بتتقسم according لل resistance، اللي عندها resistance كبيرة تاخد فولتج كبير، واللي عندها resistance قليلة تاخد فولتج قليل. طيب بي 2 بي 1 هو كان مديني الباور بتاع كل واحدة لوحدها، دي كانت 100 ودي 60، بس انا معرفش مين عندهم resistance اكتر. طب تعال نفكر بالعقل كده، هو انت بتشتري لمبة عشان توصلها في البيت، تنزل الكهربائي تشتري من عنده لمبة، اللمبة دي في البيت المفروض بتتوصل سيريز ولا بارال؟ المفروض في البيت تتوصل بارال. تعال هات اللمبتين اللي انت مش عارف مين الريزيستنس بتاعته اكبر، وصلهم بارال.
دي اللي هي البي 1 اللي عندها 100 واط، ودي البي 2 اللي هي عندها 60 واط. طب تعال نكتب رول الباور في البارال كده. هو في البارال هكتب رول الباور اللي هي في سكويرد على ار، الاتنين عندهم نفس الفي، فبقى الاختلاف في الار. طب البي والار كده دايركت ولا انفرس؟ لو بصيت هلاقي ان البي والار كده انفرس، يبقى اللي عندها باور اكبر هيكون هي اللي عندها ريزيستنس اقل. يبقى معنى كده ان ال 100 واط دي عندها ريزيستنس قليله، وال 60 عندها ريزيستنس اكبر منها. فيبقى معنى كده ان الريزيستنس هنا اكبر من الريزيستنس هنا. طب واحنا لسه قايلين ان الفي بتتقسم اكوردنج للريزيستنس، يبقى معنى كده ان الفي هنا اكبر من الفي هنا. يبقى معنى كده ان البي 2 هتديني برايتنس اكبر من البي 1. يبقى اعلى واحده ادتني برايتنس هي 3، وبعد كده 2، وبعد كده 1، فتبقى الانسر اللي هي دي. طيب بعد كده هنا رقم 17 بيقول لك في السيركت اللي عندك دي الريزيستور 2 و 3 مع بعض واخدين باور 30 واط، عايز يحسب الكرنت في الفور اوم. طب ايه رايك اشيل ال 2 و 3 دول واخليهم واحده؟ لو شلت ال 2 و 3 وخليتهم واحده هيبقى عندي واحده كده الفاليو بتاعتها 2 تايم 3 على 2 بلس 3، فهتطلع بتساوي 6 على 5، ومعاها البارل التانية اللي هي الفور اللي هو عايز يجيب الكرنت عندها. هو قال لك ان دول واخدين باور 30 واط. طب اعرف احسب الكرنت اللي ماشي هنا؟ اعرف احسب الكرنت، ممكن اقول ان الباور بيساوي اي سكويرد في ار، فعندي الباور 30 والاي عايزها والار هنا ب 6 اوفر 5. طيب نحسبها كده، هيبقى عندك المفروض الاي هتبقى ايكوال روت 30 اوفر 6 اوفر 5، هتطلع الاي هنا بتساوي 5 امبير. طب جبت دي 5 وعايز اجيب اللي تحت، طالما دول بارال اعمل اي في ار يساوي اي في ار، فيبقى عندك اي 1 في ار 1 بتساوي اي 2 في ار 2، فيبقى عندك 5 تايمز 6 اوفر 5 اللي هو اللي فوق بيساوي الاي 2 اللي عايزها تايمز 4. ده هيروح مع ده فتطلع ال i2 ودي ال 4 الناحية التانية تطلع بتساوي 6 على 4، تطلع بتساوي 6 على 4 اللي هي 1.5. طيب بعد كده رقم 18، رقم 18 بيقول لك في السيركت دي الكرنت اللي ماشي في الريزيستنس 1 اوم ده كرنت 2 امبير، عايز يجيب الباور ديفلوبت في الريزيستنس 3، عايز يجيب الباور هنا. طب انا عشان اجيب الباور في الريزيستنس المفروض الباور يساوي اي سكويرد في ار، انا معايا الار ب3 فاضل الاي اللي ماشيه هنا. طب ما هي الاي اللي ماشيه هنا المفروض هي التوتال بتاع الاتنين دول. طب ده 2 اعرف اجيب اللي تحت، اعمل اي في ار بتساوي اي في ار. او انك تكون بدات تفهم اللعبه وبقت دماغك شغاله شويه، ده الريزيستنس من هنا لهنا زادت للدبل، طب الريزيستنس والكرنت عكس بعض. كرنت والريزيستنس عكس بعض، يبقى معنى كده ان طالما الريزيستنس زادت للدبل يبقى الكرنت يقل للنص، فيبقى هنا 1 امبير 2 1 يطلع التوتال هنا 3، يبقى الكرنت اللي ماشي في 3 اوم هو 3 امبير. احسب الباور بقى، هيبقى 3 باور 2 في الار اللي هي 3 هيطلع ده بيساوي 27 واط، فتبقى الانسر سي. طيب بعد كده هنا بيقول لك انا عايز البوتنشال ديفرنس بين البوينت A ودي. تعال نرسم الرسمه تاني، هبدا من عند الباتري اهي، اول حد عديت عليه الريزيستنس 1، بعد كده في هنا البوينت A، وبعد البوينت A في ريزيستنس 1 تاني، وبعد كده هاجي هنا في طريقين، لا اما امشي كده لا اما امشي كده، فاجي هنا افتح فتحتين كده. الطريق اللي فوق ده هو مسمي البوينت اللي انا بدأت اقسم عندها هنا كده دي بي بتاعت الطريق اللي فيه الفور، فدي اهي دي فور
قبليها بوينت بي وفي اخرها بوينت اي. طب والطريق التاني، في بوينت هنا مسميها سي، بعد كده ريزيستنس 2 10، بعد كده في بوينت دي، بعد كده قفلنا مع بعض كده ورجعنا عدينا على الون. طيب هو عايز يجيب البوتنشال ديفرنس بين A و D. تعال نجيب الكرنت الاول، عشان اجيب الكرنت لازم اجيب الريزيستنس. فنحسب الار توتال الاول على جنب كده، هتبقى ايكوال 1 و 1 و 1 دول 3 بلس، عندك هنا 12 بارال مع الفور، فيبقى 12 تايمز 4 على 12 بلس 4، هيطلع ده كله بيساوي 6 اوم. فيبقى التوتال كارنت بيساوي 12 على 6، يطلع ده بيساوي 2 امبير. يبقى انا جبت التوتال كارنت 2 امبير. طب انا عايز اجيب البوتنشال ديفرنس بين A و D. اعمل بوتنشال ديفرنس بين A و D ازاي بقى؟ لما يجي يقول لي هات البوتنشال ديفرنس بين نقطتين، كل هعمله ان اجي اوصل الفولتميتر بين النقطتين دول، فدي البوينت A. طيب والبوينت دي فين؟ البوينت دي فوق. طب بس هو دي فيها ريزيستنس الحته دي؟ لا ما فيهاش، فممكن احرك التيرمينال بتاع الفولتميتر اجيبه هنا، لان من هنا لهنا مفيش فرق في البوتنشال. طب كده الفولتميتر قافل على ايه؟ قافل على ريزيستنس 1 ودول بارال. قلنا طالما الفولتميتر قافل على ريزيستنس في ار اي في ار، الاي جايبينها ب 2 والار بتاعت الحته اللي هو قافل عليها بس دي 1 ودول 3، يبقى 2 تايمز 3 3 1 يبقى ده 4 سوري، يبقى 2 تايمز 4 هيطلع ده بيساوي 8 فولت. يبقى البوتنشال ديفرنس هنا 8 فولت. طيب بعد كده هنا بيقول لك لو كل ريزيستنس من دول ب 9 هات لي الفاليو بتاعه الكرنت. طب تعالى نرسمها تاني كده، هيبقى عندي ادي البطاريه اهي، هاجي من هنا لو بصيتوا السلكه دي فاضيه، فاعتبرها كانها بوينت. البوينت دي طالع منها كام طريقة؟ دي 1 2 3 4، طالع منها 4 طرق. فاجي افتح ادي طريق وادي التاني وادي التالت وادي الرابع، اللي لاخره الواحد اللي لاخره ده كان فيه ار بس واحدة، وبعد كده اللي فوقيه فيه ار واحدة برضو، بعد كده هنا فيه ار وار. الار والار دول لو كملت معاهم هلاقي بينهم كده في سلكة فاضية بالطول. احنا قلنا اي سلكة فاضية بالطول كده اعتبرها كأنها نقطة، يبقى معنى كده ان الار والار دول قفلوا مع بعض، وبعد كده طلع منهم ار وار تاني. فاجي افتح منها طريقين هنا ار وار، وبعد كده كل دول قفلوا مع بعض في الاخر، فيبقى كل دول كده يقفلوا مع بعض. طب احسب ار وار، يبقى دي ار اوفر 2 و ار و ار برضو، يبقى دي ار اوفر 2 ار اوفر 2 ار اوفر 2، يبقى اللي فوق ده كله على بعضه ار، وهنا في ار وهنا في ار، يبقى التوتال ريزيستنس هنا كده ار اوفر 3. هو ايه اللي الار الواحده ب 9؟ يبقى 9 اوفر 3 يطلع التوتال ريزيستنس 3. طب عايز اجيب الكرنت، الكرنت المفروض يساوي الفي بي على الار، يبقى بيساوي 6 على 3 يطلع بيساوي 2 امبير، يبقى التوتال كرنت هنا 2 امبير. طيب بعد كده هنا بيقول لك انا عايز اجيب الكرنت التوتال اللي هو الاي دي. طيب تعال نرسم الرسمه كده تاني، هرسم البطاريه اهي اللي هي 5 فولت، وبعد كده هاجي هنا في طريقين، فاجي افتح هنا طريقين، طريق فيه 4 والطريق اللي فوق فيه 2 و2 يعني 4 برضو. بعد كده هلاقي الطريقين دول اتقابلوا في البوينت دي، يبقوا دول يقفلوا مع بعض. بعد كده في الاي اللي هو عايزها اللي هي التوتال بالنسبه لي. بعد كده هاجي هنا في طريقين تاني، فافتح طريقين كده، الاولاني فيه 6 والتاني فيه 3 و3 يعني 6 برضو، يبقى هنا في 6 اوم وهنا في 6 اوم، بعد كده قفلوا مع بعض. احسب الار توتال الاول، 4 و4 بارال يبقى 2 و6 و6 بارال يبقى 3، يبقى 2 و3 يبقى الار توتال هنا بتساوي 5. عايز احسب الكرنت، المفروض ان الاي بتساوي في بي على ار، 5 على 5 يطلع الكرنت 1 امبير. طيب بعد كده هنا بيقول لك في الرسمه دي
عايز اجيب التوتال كارنت. مشكلة السؤال ده ان انا اجيب التوتال ريزيستنس صح، ما يضحكش عليا يعني. طب تعال نجيب التوتال ريزيستنس كده، هطلع من هنا كده ارسمها، تعال نمشي مع الكارنت كده. لما اجي هنا، هاجي هنا في طريقين، لا اما امشي كده لا اما امشي كده. ما يضحكش عليك بقى وتقول ان الطريق ده فاضي فالكارنت يخش هنا بس. ليه بقى؟ لان احنا قلنا عشان يبقى طريق فاضي ويكنسل الطرق التانية لازم يكون فاضي من اوله لاخره. الطريق ده لو كملت فيه كده اجباري هيوديك على مين؟ على السكس. يبقى الطريق ده مش فاضي، الطريق ده فيه ريزيستنس، يبقى الكارنت هيخش في الطريقين عادي. الطريق ده فيه فور، يبقى افتح طريقين كده احط في الاولاني فور، بعد كده الفور دي هتفضل ماشية لحد ما تيجي هنا فسيبها هنا، بعد كده اروح في الطريق التاني هلاقي ان هو مشاني وداني عند السكس فاحط هنا السكس، بعد كده الاقي ان الطريقين قفلوا مع بعض، يبقى السكس والفور دول يقفلوا مع بعض، يبقوا دول كده بارال. بارال عايز اجيب الار توتال هيبقى سكس تايمز فور على سكس بلس فور، دي هتطلع بتساوي دي هتطلع بتساوي 2.4 اوم. طب عايز اجيب الكرنت هيبقى 12 اوفر 2.4، دي هتطلع بتساوي 5 امبير. تمام كده. طيب نيجي هنا عايز برضو اجيب التوتال كرنت، لازم اجيب التوتال ريزيستنس برضو، فتعال نرسمها تاني. همشي مع الكرنت هنا، ادي فيه طريقين برضو ما يضحكش عليا واقول ده فاضي لان ده كده في اخره في ريزيستنس هيوديني ليها. فانا افتح طريق الاولاني فيه الفور اهو وهياخدني يوديني لحد هنا. طيب تعالى نشوف الطريق ده بقى، الطريق ده لما امشي فيه كده هلاقي ان اخره فيه 2 ريزيستنس، واحده فوق وواحده تحت، يبقى معنى كده ان الطريق التاني ده هيتفتح منه 2 ريزيستنس، فممكن افتح فتحتين على طول هنا. يبقى انا فتحت الاول فور ودخلت هنا لقيت طريق فوق وطريق تحت، الطريق اللي فوق فيه 12 والطريق اللي تحت فيه 6. طيب فاضل ان انا اقفلهم بقى، هلاقي 12 قفل قبلت الفور هنا، يبقى دول يقفلوا مع بعض، 12 والفور يقفلوا مع بعض، بعد كده قابلوا بعض ومشي وفضلوا ماشيين هما اتنين هنا لحد ما قابلوا ال 6، فيبقى ال 6 تقفل معاهم، فتحولت الرسمة دي لان ان التلاتة بقوا مباراة. عايز احسب الار توتال بتاعتهم، هيبقى عندي 1 على ار بتساوي 1 على 4 بلس 1 على 12 بلس 1 على 6، والرقم اللي يطلع لي اقلبه يعني احسب واقلب، فهيطلع ده بيساوي لما نيجي نحسبها كده هيبقى عندي 1 اوفر 4 بلس 1 اوفر 12 بلس 1 اوفر 6، ده هيطلع بيساوي 1 over 2. طب 1 over 2 دي اللي هي 1 على r، طب انا عايز ال r، تبقى ال r هنا بتساوي 2. طب عايز اجيب ال current هيبقى بيساوي VB على r يعني 6 على 2، يطلع بيساوي 3 امبير. طيب هنا احنا اتفقنا في الرسمة دي لو قارنت الرسمتين دول ببعض الشكل ده هو نفس شكل التلاتة اللي ورا دول، فيبقى التلاتة دول خلصنا منهم بارال. طب هو الكارنت لما يجي هنا المرة دي بدل ما كان هيتقسم على التلاتة دول بس، لا الايت دي هتاخد معاهم كارنت كمان، يبقى الكارنت اتقسم على الايت مع التلاتة البارال دول، يبقوا الاربعة بقوا بارال. فلما اجي ارسمها هيبقى عندي ايت بارال مع فور بارال مع 12 بارال مع 6، فلما اجي احسبها برضو هعمل 1 على r بلس 1 على r بلس 1 على r بلس 1 على r. طب احنا كنا حاسبين ان 1 على 4 بلس 1 على 12 بلس 1 على 6 كاب 1 اوفر 2، زود عليهم 1 اوفر 8 هيطلع ال 1 على r بيساوي 5 اوفر 8. انا عايز اجيب ال r، هتبقى ال r بتساوي 8 اوفر 5. عايز اجيب الكرنت، عايز اجيب الكرنت اعمل في بي على ار، يبقى هعمل
اقلب الرقم اللي طلع لي اللي هو 8، يبقى 8 over 5 يبقى 8 over 8 over 5 هيطلع التوتال كارنت هنا بيساوي 5 امبير. يبقى الكارنت هنا طلع 5 امبير. طيب بعد كده هنا بقولك ان انا عندي 3 resistance كل واحدة فيهم ب 2 متوصلين بسورس اللي هو 2 فولت. عايز يجيب ال I1 اللي هنا وال I2 اللي هنا. طب تعالى نجيب التوتال كارنت الاول. لو انتوا فاكرين الرسمة دي كنا عاملينها قبل كده، كنا قايلين التلاتة دول بارلل مع بعض. لو مش فاكر ليه تعالى نعمل كده، الطريق ده على بعضه كده ده طريق فاضي فاعتبره نقطة. النقطة دي طالع منها كام طريقة؟ دي واحد ودي اتنين ودي تلاتة. يبقى انا هفتح التلات طرق مرة واحدة. طالما هفتح التلات طرق مرة واحدة بقوا من التلاتة باريل، يبقى هنا تو وهنا تو وهنا تو. طب تبقى التوتال ريزيستنس هنا كده بتساوي 2 over 3 لان احنا قلنا لما يبقوا بارل وايكوال اخد واحده منهم اوفر عدده. طب عايز اجيب الكرنت، هيبقى الكرنت بيساوي الفي بي اللي هي 2 اوفر ريزيستنس اللي هي 2 اوفر 3، هيطلع التوتال كرنت هنا بيساوي 3 امبير. طيب هو عايزني بقى اجيب الاي 1 والاي 2. ارسم الرسمه بقى بس بحيث ان انا اظهر الاي 1 والاي 2. تعالى واحده واحده كده، تعالى نعملها بس بلون تاني كده عشان تبان. وانا لو جيت ماشي بالاي توتال كده هلاقي ان الاي توتال جت هنا اتقسمت، جزء راح في النقطه الفاضيه دي وجزء راح في التو. فيبقى انا ارسم التو اهي لوحدها وبعد كده جزء راح في السلكه الفاضيه دي. السلكه الفاضيه دي هي اللي دخل فيها الاي 1، يبقى الاي 1 ماشي هنا وهنا تو. طيب السلكه الفاضيه دي فتحت لي هنا طريقين اللي هما تو وتو، يبقى دي اخرها هنا في تو وتو. طيب التو التو دول التو دي قفلت مع التو الأولانية، يبقوا دول كده قفلوا مع بعض وطلع منهم الكرنت اللي هو الاي تو، يبقى الاي تو طالعة من هنا. وبعد كده فضلوا ماشيين كده لحد ما قابلوا التو التالتة، يبقى التو التالتة قفلت معاهم كده. انا رسمتها كده بس عشان ابين لك الاي وان فين والاي تو فين. طيب هو احنا قلنا ان التوتال كرنت هنا 3 والتلاتة دول بارال، يبقى كل واحد هتاخد 1، يبقى هنا 1 امبير وهنا 1 امبير وهنا 1 امبير. طيب يبقى معنى كده ان على الرسمة دي دي واخدة 1 ودي هنا واخدة 1 ودي هنا واخدة 1. طب عايز اجيب الاي 1، الاي 1 دي جت هنا اتقسمت 1 و 1، يبقى معنى كده ان الاي 1 ب 2. طب والاي 2، الاي 2 دي المفروض تبقى التوتال بتاع الاتنين دول اللي هما 1 و 1، برضو يبقى الاي 2 ب 2. يبقى انا جبت الاي 1 ب 2 امبير والاي 2 ب 2 امبير برضو.